مشاهدينا الكرام متابعينا اذا بعد نهايه الشوط المباراه الاول في هذه المباراه التي تجمع فريق تعاون الجامعه وفريق البدر، الشوط الاول ينتهي بنتيجه سلبيه في بطوله صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز ال سعود المدير رقم 12 الى جانبي الان الاستاذ خالد باصوير اداري فريق تعاون الجامعه. في البدايه ارحب بك عبر قناه خالد بازيدان الالكترونية على اليوتيوب، هذا اولا. ثانيا حدثنا عن الاستعدادات لهذه المباراة التي انتهى شوط الأول بتعادل سلبي 0-0 ما بين الفريقين. أول أشكركم على المقابلة هذه وأشكر القناة الأخوان القائمين عليها إن شاء الله. شيء ثاني، نحن قدمنا في المستوى ممكن متأهلين من دوري، طبعا نحن الأول في المجموعة وحاولنا احنا نقدم يعني نسهل الفريق كامل، يعني نسهل له الطرق والتدريبات والشغلات. وبالنسبه للمباراه هذه قد يعني مقدمين له طبعا بمدرب عندنا قام يعني افضل للمجموعه، قدم افضل للمجموعه على اساس انه حاط خطه، على اساس انت تعرف الفريق اللي قدامنا ما هو سهل، فريق ما شاء الله يعني نحترمه ما شاء الله، في امكانيات عندهم امكانيه كويس. ايوه، وان شاء الله باذن الله نحن زي ما انت شايفين والجماعه شافوا انه ضاعت علينا فرصه وفرصتين تقريبا، فان شاء الله الشوط الثاني نحن مقدمين عندنا في عندنا اوراق ان شاء الله برا ونحاول نستعين فيها ان شاء الله باذن الله في الشوط الثاني باذن الله. جميل جدا أبو فيصل، هناك استعانة بلاعبين من مدينة مكة المكرمة على صعيد خط الدفاع، هل هناك غيابات ربما مؤثرة كانت الفريق دعتكم إلى جعلتكم تستقطبون لاعبين من مكة المكرمة بنظام الاحتراف في هذه المباراة؟ والله عندنا في عندنا كابتن اسمه ناصر الغامدي تقريبا هو اللي كان غايب، وعندنا محمد ما شاء الله من اول، محمد احمد عندنا من اول مقدم من بدايه الدوره معانا موجود وفي الفريق ان شاء الله، وهذا اللي دعانا خلانا ان احنا اللاعب الثاني اللي هو محمد فضه تقريبا يسد الفراغ للكابتن ناصر. جميل جدا، كيف ترى المستوى الفني للبطوله بصفه عامه بعد نهايه الادوار التمهيديه والان الادوار النهائيه؟ والله بالنسبه لاولا نشكر القائمين على الدوره بصفه عامه ونشكر المنظمين، يعني دوره ما تحتاج شهاده لاي شخص، شهاده ما شاء الله هي دوره تعرف نفسها بنفسها يعني تقريبا، وشهرتها ما على يمكن تقريبا على مستوى المناطق الغربيه ويمكن منطقه الرياض كمان، فهذه الدوره ما شاء الله تبارك الله ما نبغى نقول عليهم لانه الله يجزاهم خير وكثر الله من امثالهم ما شاء الله عليهم، وايش اقول يعني ما شاء الله الله يجزاهم خير. اخيرا ابو فيصل، خزائن تعاون الجامعه متعطشه لبطوله تحييها من جديد، ما هي الكلمه التي تود ان توجه لجمهور تعاون الجامعه المنتظر لبطوله تعيد الامل والحياه من جديد لخزائن هذا الفريق؟ والله ان شاء الله نحن نعيدهم ان شاء الله، نحن نقدم المستوى، نحن عندنا اهم شيء المستوى، يعني هي دوره وكل فريق طمعان او طامع في البطوله هذه، لان هذه طبعا تضيف له الرصيد والانجاز للفرق، وان شاء الله نوعدهم باذن الله ان نحن نقدم الاحسن والافضل أفضل في الدورة هذه والدورات الجاية إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا لك أبو فيصل الأستاذ خالد بانواسر إداري فريق تعاون الجامعة، بالتوفيق كذلك لك ولفريقك. الله يجزاكم خير ومشكورين على اللقاء وشكرا على القائمين على هذا القناة. الله يعطيك.